بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أحمد من مدونة حول العالم. اليوم نحن في درس جديد حول تسريع المتصفح. أي متصفح؟ هنا لدينا أداة صغيرة اسمها سبيدي فوكس، هي أداة وليست برنامج. سأقوم بوضعها لكم في رابط أسفل الفيديو في ملف مضغوط، وتقومون بفك الضغط تجدون الأداة. سنقوم بتجربة، ننقر عليها مرتين، ستفتح معنا هنا. تلقائيا سيقوم بتحديد المتصفحات التي لديك. أنا لدي أوبرا ولدي سكايب. تقوم بالضغط على تأكد من أن البرنامج يكون مغلق. مثلا أوبرا هنا يجب أن تغلقها، ثم تضغط على اوبتيميز. سيقوم الان كما ترون بعد انتهائي لا تضغط على اوميتيز اجان. انتهينا هنا، وساريكم حيلة صغيرة. في اي متصفح نضغط على بروبريتي بزر الايمن الفأرة، ثم نضغط على Property. هنا يأتيك هكذا، تقوم بالنقر على زر التباعد، ثم تضغط على slash بروفاتش نقطتان واحد، ثم تضغط على أبليكي ثم أوكي. هذه العملية تسمح لنا بفتح المتصفح بسرعة، أي عند النقر يفتح معك المتصفح بسرعة كبيرة. كما ترون فتح معنا المتصفح بسرعة. هذه عملية جدا جيدة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر، وأتمنى أن تضغطوا لايك وتشيرون. مع السلامة.